بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر عقيدته قال: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. نعم. والخير نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا بيان لشيء من مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، الذي هو أصل من أصول الإيمان العظيمة وأساس من أسسه المتينة. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من فتنة القبر فعذابه ونعيمه، ثم البعث والنشور والقيام بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى، وما يكون من تفاصيل في ذلك اليوم العظيم. فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك كله. والمصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا شيئا من التفاصيل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وقوله: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وذلك لأن القبر يعد أول منازل الآخرة، كما صح بذلكم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فأول منازل الآخرة القبر. وبمجرد موت الإنسان ينتهي من دار العمل ويبدأ في حقه الجزاء والحساب، فالقبر أول منازل الآخرة، وحساب العبد أو ثوابه وعقابه يبدأ أول ما يبدأ معه في قبره. ولئن كان القبر برزخا بين الدنيا والآخرة، لكنه أقرب للآخرة، وبدايات أمور الآخرة من حساب أو عقاب أو نحو ذلك تكون مع الإنسان في أو تبدأ مع الإنسان في قبره ولهذا قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وهذا لفظ حديث جاء في سنن الترمذي وغيره عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي إسناده كلام قال: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والمعنى دلت عليه شواهد كثيرة ودلائل عديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وقد مر الإشارة إلى شيء منها. والقبر هو ذلك المكان الذي يدفن فيه الميت، قال تبارك وتعالى: ثم أماته فأقبره
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالقبر هو المكان الذي يوضع فيه الميت، والقبر دار يكون فيها الإنسان، وهي دار بين دارين، بين الدار الدنيا والدار الآخرة، وتسمى دار البرزخ، والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين. فالإنسان في قبره يعد في برزخ بين الدنيا والآخرة، في برزخ بين الدنيا والآخرة. فالدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. لكن بموت العبد وخروج روحه من جسده تنتهي مرحلة الأعمال وتبدأ مرحلة الجزاء، ولهذا ما يكون في القبر معدودا في اليوم الآخر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في تعريف اليوم الإيمان باليوم الآخر، قالوا الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، بكل ما يكون بعد الموت أي بدءا من القبر. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، لأن العبد في قبره إما أن يكون منعما أو يكون معذبا بحسب الأعمال التي كان عليها. ولهذا ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن المؤمن ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، إلا أن تفارق روحه جسده، وليس بين الكافر المعرض وبين النار إلا أن يموت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالمطيع ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، والمعرض ليس بينه وبين النار إلا أن يموت. فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ثم هذا أمر غيبي نؤمن به كما جاء، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا قد يكون رجلان يدفنان في قبرين متجاورين متلاصقين، بل قل حتى في قبر واحد، ويكون هذا قبره روضة من رياض الجنة وهذا قبره حفرة من حفر النار، ولا يشعر هذا بنعيم ذاك ولا يشعر ذاك بنعيم هذا بعذاب هذا. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. قال: ونؤمن بالبعث، أي بعث الناس وقيامهم ونشورهم وقيامهم بين يدي رب العالمين. والبعث يكون بعد القبر: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. والبعث هو القيام من القبور، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالبعث قيام الناس من قبورهم لله تبارك وتعالى رب العالمين، ثم يحشرون يجمعون على صعيد واحد ليكون الجزاء والحساب والعقاب. فنؤمن بالبعث، والبعث حق، وقد قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فنؤمن بالبعث ونؤمن، قال، بجزاء الأعمال. نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، أي جزاء العاملين على أعمالهم حسنة كانت أو سيئة. فالله سبحانه وتعالى يبعث الناس ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. واليوم الآخر يسمى يوم الجزاء ويسمى يوم الحساب ويسمى أيضا يوم الدين. قد مر معنا قريبا قول الله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين.
معنى يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. قال تعالى مالك يوم الدين، وقال جل وعلا في أوائل سورة الذاريات وإن الدين لواقع، أي الجزاء والحساب واقع، وإن الدين لواقع أي الجزاء والحساب واقع، والناس يحاسبون يوم القيامة. ومن أسماء ربنا الحسنى جل وعلا الديان، يقول جل وعلا يوم القيامة أنا الملك أنا الديان، ومعنى الديان أي المجازي المحاسب، لا يترك سبحانه وتعالى الخلق سدى بدون بعث وبدون حساب وبدون جزاء. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قيل في معناها أي لا يبعث ولا يجازى ولا يحاسب، هذا لا يكون. فالله الديان أي المجازي المحاسب، يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فإذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجزاء، الجزاء على الأعمال. ولهذا الله يقول في حق أهل الإيمان جزاء بما كانوا يعملون، وفي حق أهل الكفر قال جزاء بما كانوا يكسبون، يعني العقوبة التي يبؤون بها وتكون لهم يوم القيامة هي جزاء بما كانوا يكسبون، أي من معاصي وآثام وكفر بالله تبارك وتعالى. وأيضا دخول أهل الإيمان الجنة جزاء بما كانوا يعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فنؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، وجزاء الأعمال. لاحظ كلمة جزاء الأعمال، في أعمال فيه أعمال وفيه جزاء، الأعمال في الدنيا والجزاء في الآخرة. فالدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء، الدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. فاليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، يوم الدين، يوم يجزي الله تبارك وتعالى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال رحمه الله تعالى والعرض، أيضا من أسماء اليوم الآخر يوم العرض. والعرض الذي يكون في ذلك اليوم أنواع، من ذلكم أن الناس يعرضون على رب العالمين، يعرضون على رب العالمين يوم يقول الله تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يعرض الناس على رب العالمين كل بعمله وكل بما قدم. وأيضا من العرض عرض أهل النار على النار، عرض أهل النار على النار. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فمن العرض الذي يكون هناك عرض أهل النار على النار، يعرضون عليها. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، العرض على الله سبحانه وتعالى. كذلكم من العرض الذي يكون هناك عرض الأعمال على العاملين، تعرض أعمال العاملين عليهم، كل يعرض عليه عمله. فذاك أيضا من العرض الذي يكون في ذلك اليوم العظيم. فهناك أنواع من العرض في ذلك اليوم العظيم، أنواع من العرض تكون. فاليوم الآخر يوم العرض، يوم العرض الأكبر أي العرض على الله سبحانه وتعالى، عرض أهل النار على النار.
عرض أعمال العاملين على العاملين فنؤمن بالعرض، نؤمن بالعرض. ومراده رحمه الله بالعرض أي عرض الأعمال على المسلم الذي وقع في بعض التقصير. وجاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يضع عليه سترة، يضع عليه كنفة فيقرره بأعماله، يعرضها عليه ويقرره بأعماله، فيقول له تبارك وتعالى: أنا سترتها لك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فهذا عرض للأعمال، عرض للأعمال. ونؤمن أيضا بالحساب، ونؤمن بالحساب أي محاسبة العامل على عمله ومناقشته على عمله ومجازاته بعمله. فاليوم الآخر هو يوم الحساب، لأن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم يحاسب كل عامل بعمله، وكل يحاسب على أعماله التي قدمها في هذه الحياة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيوم القيامة يوم الحساب. قال: وقراءة الكتاب. وقراءة الكتاب، والمراد بالكتاب أي كتاب الأعمال. يعطى كل عامل محسنا كان أو مسيء كتابا بأعماله، يعطى كتابا بأعماله. وفي هذا يقول الله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فالناس في ذلك اليوم على فريقين: فريق يؤتى كتابه باليمين، وفريق يؤتى كتابه بالشمال. ومن أوتي كتابه باليمين فهذا أمارة السعادة والفلاح والفوز العظيم، ولهذا ينطلق في أرض المحشر: ها أم اقرأ كتابي، ينطلق من شدة فرحه: ها أم اقرأ كتابي. والذين في المحشر انطلق إليهم قائلا: ها أم اقرأ كتابي، كل باله مشغول في نفسه ما يدري ماذا يكون أمره، لكن من شدة فرحه ينطلق هذا الانطلاق ويقول: ها أم اقرأ كتابي، مع أن الذين أمامه كل مهتم لنفسه: نفسي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والآخر الذي يؤتى كتابه بشماله يعدد أنواعا من الندامات والحسرات، لكنها لا تفيده ولا تجدي: ليتني ولا ينفع ليت في ذلك اليوم، ولا تنفع الندامة. فنؤمن بقراءة الكتاب، قراءة الكتاب، وكل يقرأ كتابه. الله جل وعلا يقول في سورة الإسراء: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك. حتى من كان أميا لم يقرأ قط في هذه الحياة الدنيا سيقرأ كتابه يوم القيامة، سيقرأ كتابه يوم القيامة بأعماله، ويرى أعماله ويقرأها في كتابه، ويجدها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل أعماله تحضر
في كتاب يقرأه من صغير أو كبير حتى يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال والثواب والعقاب، أي ونؤمن بالثواب والعقاب، الثواب للمحسن والعقاب للمسيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنؤمن بالثواب والعقاب، ثواب المحسنين بإحسانهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فالدار الآخرة هي دار الثواب والعقاب، دار الثواب والعقاب. والثواب على كل الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليها، سرها وعلنها، كل ذلك يجد المحسن ثوابه عليه عند الله تبارك وتعالى، وكذلك العقاب. ولهذا الثواب والعقاب يكون على جميع الأعمال، الثواب والعقاب. قال والصراط، أي الذي ينصب على متن جهنم، وهو صراط حسي حقيقي، وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، والنار تحت العبد، والنار تحت العبد، والمعبر صراط أحد من السيف وأدق من الشعر، والله لا يعبر العبد إلا بلطف الله ورحمة الله وتغمد الله تبارك وتعالى له برحمته، النار تحته وأحد من السيف وأدق من الشعر، وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا ينجو إلا من يلطف الله سبحانه وتعالى به ويكتب له جل وعلا النجاة، وهم أهل الإيمان والتقوى لله سبحانه وتعالى. قال ثم ننجي الذين اتقوا، والآية فيها شاهد للربط الذي يقوله أهل العلم بين الصراطين، الصراط الذي في الدنيا والصراط الذي في الآخرة. الصراط الذي في الدنيا هو الصراط المعنوي، دين الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم في الدنيا هو دين الله وشرعه الذي أمر جل وعلا عباده به، بحسب سير العبد على هذا الصراط أو في هذا الصراط المستقيم في الحياة الدنيا يكون سيره على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح تفاوت الناس في العبور، وأن منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر جريا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر زحفا، متفاوتون في السير على الصراط، والسبب هو تفاوتهم في الأعمال في هذه الحياة الدنيا. فكلما كان العبد أعظم مسارعة إلى الخير ومسابقة إلى الطاعات وتنافس في العبادات وجد واجتهاد في الطاعات يكون سيره على الصراط أعظم. الآن على سبيل المثال الصلاة أعظم فرائض الإسلام، هل الناس فيها على مستوى واحد؟ حتى المصلين يعني بعضهم تجده قلبه معلق فعلا بالمساجد وإقبالا على الصلاة ومسارعة إليها وحرصا عليها ورغبة فيها، وآخر دون ذلك. وقل مثل ذلك في جميع أعمال الدين وطاعات الإسلام. فلما كانوا متفاوتون في سيرهم على الصراط المستقيم في هذه الحياة الدنيا تفاوتوا في سيرهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر ركاب الإبل، منهم من يمر مشيا جريا زحفا، إلى غير ذلك مما جاء في الحديث عن رسول الله صلوات الله
وسلامه وبركاته عليه. وإذا تجاوز العبد هذا الصراط حصل الفوز العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال فقد فاز، الفوز المبين الفوز العظيم هو هذا، أن يزحزح العبد من النار ويدخل الجنة. وكلنا على يقين من هذا العبور على الصراط لوضوح الأدلة والبراهين على ذلك في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. كلنا على يقين من العبور، لكننا في شك من النجاة، في شك من النجاة. ولهذا ينبغي للعاقل أن يعد لذلك اليوم عدته وأن يتهيأ له. والعبور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم ليس بقوة الأجسام، ليس بقوة الأجسام، وإنما بقوة الأعمال بفضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا. فالنجاة بالعمل الصالح، النجاة بالعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأجسام مهما قويت لا تفيد الإنسان، وإنما الذي ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى عمله الصالح. قال: والميزان، أي نؤمن بنصب الموازين يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وهو ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت أي بالطاعات والأعمال الصالحة، وأعظم ما تثقل به الموازين توحيد الله وإخلاص الدين له وذكره جل وعلا وحسن الثناء عليه وتحقيق الإيمان به والعبودية له جل وعلا والقيام بفرائض الإسلام واجبات الدين وتجنب المحرمات. هذا الذي تثقل به موازين العبد يوم القيامة. فالشاهد أن يوم القيامة تنصب الموازين ميزان حقيقي له كفتان حقيقيتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. ويوزن يوم القيامة ثلاث أشياء كما دلت على ذلك الأدلة: توزن الأعمال، وتوزن صحائف الأعمال، ويوزن العامل، ويوزن العامل، العامل نفسه يوضع على الميزان. وكل ذلك دل عليه الدلائل في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان. والجنة والنار مخلوقتان، الجنة والنار مخلوقتان، أي أوجدهما الله سبحانه وتعالى وخلقهما، أعد جل وعلا الجنة لمن أطاعه وهيأها نزلا لمن عبده واتقاه، والنار مخلوقة. فالجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، فهما موجودتان مخلوقتان. أعد الله سبحانه وتعالى الجنة نزلا لعباده المطيعين، والنار أيضا مخلوقة ومعدة للكافرين. فمن عقيدة أهل السنة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهم موجودتان الآن. ومر معنا جميعا معاشر الصائمين قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة
من رمضان صفدت مردة الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. هذا من الأدلة على أن الجنة والنار موجودتان الآن. في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، وهل تفتح أبواب وتغلق أبواب لشيء لا وجود له؟ فالجنة والنار موجودة. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف رأى الجنة والنار بعينه عليه الصلاة والسلام حقيقة، والصحابة رضي الله عنهم وراءه يصلون لم يروا شيئا. والله جل وعلا على كل شيء قدير، بل إنه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي مد يده وتقدم كأنه يريد أن يأخذ شيئا، والصحابة رأوه في صلاته يتقدم مادا يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم بعد بقليل رجع كأنه خائف من شيء، ولأول مرة يرونه في صلاته يفعل هذا الشيء. ولما سألوه قال رأيت الجنة ورأيت النار، وتقدم قال ليأخذ عنقودا من عناقيد الجنة، يرى عناقيد الجنة أمامه حقيقة، وتقدم ليأخذ عنقودا قال ولو أخذت عنقودا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود واحد قال تأكلون منه إلى آخر الدنيا. وهذا يبين لك كمال نعيم الجنة، وأنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ورأى النار، ورأى عليه الصلاة والسلام أصناف المعذبين في النار، رأى من عذب بالشرك بالله سبحانه وتعالى، ورأى عليه الصلاة والسلام من عذب بالقتل، رأى امرأة من بني إسرائيل عذبت في هرة حبستها، رآها صلى الله عليه وسلم، فرأى أصنافا صلوات الله وسلامه عليه من المعذبين في النار. فهذا كله من الشواهد والدلائل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ومن الحكمة في وجودهما أن العامل إذا علم أن نزله موجود، والعاصي إذا علم أن عقوبته موجودة مخلوقة مهيئة، يدفع إلى مزيد الأعمال والطاعات وتجنب أيضا أسباب دخول النار والوقوع فيما يسخط الله تبارك وتعالى. قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، أي الجنة باقية أبد الآباد والنار باقية أبد الآباد، الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، وأهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد، وكذلكم أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد وما هم بخارجين من النار. وقال جل وعلا والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. بهذا يكون رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بهذه المباحث المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ثم انتقل مع شيء من الربط بما سبق للحديث عن الإيمان بالقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان. وقد عرفنا أنه رحمه الله ينوع العبارة وأيضا يكرر المعاني بأساليب مختلفة في كتابه تثبيتا لهذه الحقائق وترسيخا لها، وسيأتي الآن فيما يقرره رحمه الله مباحث تتعلق بالإيمان بالقدر، نؤجل الحديث عنها إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا
علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول شيخنا الفاضل: نريد التفصيل فيما يخص القنطرة، وهل هي من الصراط؟ القنطرة من أهل العلم من يرى أنها من الصراط، وهي تكون بعد النار، أي بعد المرور على النار وبعد الزحزحة عن النار. ومنهم من يرى أنها شيء منفصل عن الصراط، يعني منهم من يرى أنها متصلة بالصراط لكنها إلى جهة الجنة بعد العبور، ومنهم من يرى أنها شيء منفصل عن الصراط. والقنطرة مكان بعد التجاوز، مكان يكون بعد التجاوز، بعد تجاوز النار والعبور عليها، وفيها يكون القصاص، يعني قصاص المظالم التي كانت بين الناس، فيقتص للمظلوم من ظالمه بالحسنات والسيئات. نعم. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ الجمع بينهما بمعرفة الفرق بين الباء في كل منهما، فقوله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء هنا باء السببية، أي بسبب أعمالكم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، فالباء هنا باء السببية. وأما قوله في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هنا أي على سبيل المقابلة، فعمل الإنسان مهما كان ليس مقابل للجنة، وإنما دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا الفرق بينهما راجع إلى فهم معنى الباء في كل منهما. نعم. قل جزاكم الله خيرا، ما معنى حديث من نوقش الحساب عذب؟ من نوقش الحساب عذب، في فرق بين العرض وبين مناقشة الحساب، والعرض يسمى حساب لكنه حساب يسير، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المراد بالحساب اليسير عرض الأعمال، وأشرت إلى الحديث في ذلك، وأن المؤمن يعرض عليها عمله، ويضع الله عليه ستره وكنفه، ويقرره بأعماله فيقر بها، فيقول الله سترتها
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حساب لكنه في الحقيقة عرض للأعمال وهو حساب يسير. لكن من نوقش الحساب عد، يعني من نوقش الحساب على أعماله وما اقترفه في هذه الحياة من خطايا وآثام فإنه يعذب. نعم. يقول قوله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، هل فيه دليل على أن النار في السماء؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذه فيها فيما يتعلق بباب الأرزاق، وأن رزق العبد يتفضل عليه ويمن عليه به الرب العظيم سبحانه وتعالى، فهو الذي بيده الأرزاق وهو الذي ينزل الأرزاق على عباده ويتفضل عليهم، فهذا هو معنى الآية والمراد بها. وأما استنباط أن النار في السماء فما يظهر شيء في الآية يدل على هذا المعنى. نعم. يقول شيخنا هل كل المراحل مراحل الحساب يمر بها الأنبياء كسائر البشر؟ الله تعالى أعلم، لكن الأنبياء هم صفوة البشر وهم هداة الحق وهم دعاة الخلق، وإذا جاء الناس يوم القيامة للمرور على الصراط قام الأنبياء على جنبتي الصراط كل يقول سلم سلم، يشفعون للخلق عند الله تبارك وتعالى. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار ورأى أناسا فيهما، فهل هؤلاء الآن موجودون في الجنة والنار؟ في بعض الأدلة دلت على أن الأمر مستمر في حق المعذبين، مثل قول الله في القرآن عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا يدل على أن هذا العذاب مستمر ودائم إلى أن تقوم الساعة. فمن كان من هذا القبيل، يعني عذابه في النار على شركه وكفره وعداءه للإسلام وأهله، فلا شك أن عذابه مستمر وباقي ودائم إلى أن تقوم الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما من كان عذابه في كبيرة من الكبائر فمثل هذا لا يجزم باستمرار العذاب في حقه، وإنما يعذب على قدر كبيرته، يعذب في قبره على قدر كبيرته. نعم. يقول أحسن الله إليك، حديث ورد في هذا حديث، لكن أهل العلم بينوا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه، فهو حديث غير صحيح فلا يعمل به، وإنما يجتهد المسلم الذي أكرمه الله بالمجيء إلى المدينة من يجتهد في الإكثار من الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام مدة وجوده في المدينة، قلت المدة أو كثرت يحرص على الإكثار من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.